في خبر مهم جدا، وهو استشهاد 8 من رجال الشرطة وإصابة 4 آخرين في هجوم على كمين بالوادي الجديد. معايا زميلنا ماهر أبو النور، مدير مكتب اليوم السابع في الوادي الجديد. ماهر، اشرح لنا حصل إيه بالظبط. ماهر معاك يا فندم. اتفضل اشرح لنا ماذا حدث، هل كان في اشتباكات، ايه اللي حصل بالظبط في كمين النقب؟ هو الكمين ده اصلا يعتبر كاهم نقطه امنيه على الطريق خارج اسيوط، وده اللي عليه القوه كامله. تم استهدافه من خلال 4 سيارات دفع رباعي، هجموا طبعا في الاول قطعوا الطريق على المره على اللي هم بالعربيات، وبعد كده ابتدوا في مهاجمه الكمين مباشره بالاسلحه الناريه وتبادل اطلاق نار. وبعد كده كانوا طبعا اثناء طبعا شهود عيان افادوا ان هم كانوا اثناء الهجوم كانوا بيرددوا شعارات دينيه الله اكبر واثناء اطلاق النار. وبعد كده استقلوا سياراتهم ولزوا بالفرار في نقطه جبليه باتجاه محافظه اسيوط. اسفر الهجوم عن استشهاد 8 افراد شرطه واصابه 4، تم نقلهم للمستشفى الخارجي العام. في استنفار امني شديد جدا دلوقتي في محيط الكمين على طول الطريق، وبحثا عن طبعا تم الدفع بتشكيلات امنيه لتفتيش المناطق الجبليه المحيطه بالكمين بحثا عن المرتكب الهجوم. وتم نقل جثث الثمانيه شهداء والمصابين لمستشفى الخارجي العام، وفي كوردون امني هناك موجود حاليا. اشكرك ماهر ابو النور، مدير مكتب اليوم السابع.